خيبر. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه يروي لنا قصة الأشعريين وكيف اجتمع الأشعريون بجعفر ابن أبي طالب في الحبشة وبرفاقه. فيقول إنه خرج من اليمن هو واثنان وخمسين أو ثلاثة اثنان وخمسون أو ثلاثة وخمسون من المسلمين الذين هاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن يقصدون المدينة. فتلاعب بهم البحر والأمواج، والسفينة حطت بهم في الحبشة، فوجدوا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أن نمكث هنا حتى يرسل إلينا ويخبرنا أو يعني يأتينا الخبر بأن نعود. وقد مكث جعفر بن أبي طالب ومن معه 14 عاما في الحبشة، فعادوا جميعا فوافق ذلك فتح خيبر. والنبي عليه الصلاة والسلام سر بعودة جعفر وأصحابه وبالأشعريين، وقال لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. أبو